السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هاني من جديد. احنا مع واحد الموضوع جديد اليوم. غادي نمشي ونشوفوا فين وصلوا الاشغال في واحد الطريق هنا اللي كتربط بين ازيلال وتيسا عبر افود نيبورغ. هاد الطريق هادي اللي كانت اثرت القيل والقال وبدات فيها الاشغال هادي اكثر من سنه، والاشغال مازال مستمره. غادي نشوفوا نمشيو نشوفوا فين واصلين الشركه اللي مكلفه بالاشغال، نشوفوا فين وصلوا الاشغال في هذا الطريق هذا. اوكي خولد، كيف تنشوفوا هنا تركبوا يعني القوادس، الاشغال راه ما بقى مستمر هنا. يعني الاشغال هنا راه مازال مستمره لاكثر من سنه وباقي الاشغال. وصلنا للقنطره وهنا بيت القصيد، شوفوا الاشغال في القنطره. القنطرة تقريبا راه كملت ولكن الأشغال باقا مستمرة. إلا شفنا هاد الطلعة هادي غتبقاو معانا حتى نطلعو هاد الطلعة وغتدفعو تدفعو معانا. شوفوا راه الاشغال باقي يعني استمر اكثر من سنه ومازال. هنا تيطرح السؤال، واش الشركه يعني احترمت لي نورم اللي عندها في سي بي اس؟ هذا اختصاص ديال 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 الجهات المتتبعه للمشروع. المهم حنا تنقلو دابا الصورة يعني الأشغال فين وصلو، وأكيد كاينين بزاف ديال الملاحظات يعني في هاد الطريق هذا، وكنتمناو أن الجهات المتتبعة لهاد الطريق هذه أنها توقف على الطريق هذه، حيت هي المتنفس ديال هاد الساكنة هادي والمنفذ ديالها نحو المنطقة ديال أزيلال. وكنحاول الآن نخلي لكم الصورة كيف تشوفوا، راه الأشغال باقا مستمرة ويعني مازال ما يعني حتى لاكسيسيبيليتي ولاكسي فيها مازال صعيب. تشاهدون مشاهدينا الكرام تشوفوا بان الطريق اللي دزنا منها انها شديده الوعوره يعني، وباقي لاكسي فيها صعيب بزاف.
اكيد كاينين ملاحظات بزاف في الطريق، انت من الجهات المسؤوله انها ترد البال لهذه الملاحظات هذو، وان الجهات المتتبعه وكيف تشوف ان الاشغال في الطريق راه باقي يعني باقه متاخره، والسكان يعني في حاجه لهذا الطريق هذا على في امس الحاجه اليها، لان ما كاينش يعني البديل، وكتشوف يعني الاشغال باقا مستمره. مازال غنرجعوا عن لهذا الموضوع هذا، وغادي نشوفوا مع الناس سواء مع الشركه المكلفه بالاشغال او الناس المتتبعه للاشغال انها تعطي اكثر مزيد ديال التوضيحات فيما يخص الطريق هذه. وتحيه لكم.